سيري مزين بلاباس. هشام ولدرنا لاباس بخير. انت اش ديري هنا تلعبي مع البنات؟ تلعب مع صحاباتك. ديري يا ماما ما شفتهاش. يا تتكلم مع صحاباتها ليا مزيان. ايوا والله مشي لك الحلوه. لا ماما قالت لي بقيت تتلعبي هنا مع البنات. ما تخافيش نمشيو بالزربه ونجيو ماماك باقا معطله في الهضره. واخا يلا نمشيو بالزربه. واخا يلا نمشيو. حنا فين غادينا هشام؟ حنا ما كاينينش الحوانت. لا كاين واحد ليه في الغابه تيبيع الحلوه زوينه. انا خفت ما كاين حتى واحد هنا. يلا نرجعوا. بغيت ماما. زيدو سكتي هاد البرهوشه. ما كاين لا ماماك لا بابا. ماما بابا. شنو كدير تما بعيد منا؟ مالكي واش انتي بخير؟ ما تخافيش انا نديك دابا للسبيطار. عتقولي يا بنتي عافاكم عتقولي يا بنتي الطبيب عتقلي يا بنتي. الحاله ديالها حرجه بزاف. مجرم تعدى عليها بالعنف والضرب والاغتصاب. حنا نحاول نديرو جهدنا. بنتي زينب حبيبتي سمحي لي خليتك بوحدك تاج هذا المجرم تعدى عليك. انا السبب. انا اش نقول الناس دابا؟ اش غادي ندير لو وقعت لك شي حاجه لبنتي؟ تخافيش. اسف قلتك ماتت شلاله. بركه في راسك. كان عندها اصابات قويه بزاف بعد ما تعرضت للضرب والجرح والخنق ثم الاغتصاب. الله ياخذ الحق في المجرم. المادة 34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع حمل أو إكراه الطفل على التعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع. الاستخدام استغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير مشروعة. الاستخدام استغلالي للأطفال في العروض والمواد الضائعة.